احنا وقفنا المرة الماضية على الدايناميك بريكنج ضمن الكبح الكهربائي. كنا خلصنا في السابق الكبح الميكانيكي والكبح المغناطيسي، وبدأنا بموضوع الكبح الكهربائي، وذكرنا اول نوع اللي هو الكبح بعكس اتجاه الدوران اللي كنا نسميه البلاجينج. واليوم راح نحكي عن الكبح الديناميكي اللي هو يسمى في بعض الاحيان ريوستاتيك بريكنج، نسبة للريوستات اللي هي عبارة عن مقاومة ذات قيمة منخفضة ولكن تتحمل تيارات عالية يتم وصلها ضمن دائرة الكبح. فلذلك الريوستات هي مقاومة عادية ولكن تتميز بالقيمة المنخفضة وتحملها للتيارات العالية. طبعا فكرة الدايناميك بريكنج هي انه نخفف سرعة المحرك من خلال تحويل الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربائية. طبعا الطاقة الكهربائية بالنهاية وين بدها تروح؟ بده يتم تبديدها خلال مقاومة الكبح اللي ذكرناها قبل شوي، اللي هي البريكنج ريوستات او بريكنج ريزيستر. فهي فعليا تحويل الكاينتيك انرجي لهيت انرجي من خلال فصل الباور سبلاي عن دائرة المحرك ووصل المحرك على دائرة الكبح اللي بالنهاية بتخلي الماتور يشتغل أو يتصرف كمولد مع وجود ريوستات ضمن الدائرة. طبعا لمحركات الدي سي، الكبح الديناميكي بيتم تنفيذه من خلال فصل المحرك اللي بيكون اوريدي شغال بسرعة معينة، نفصله عن الباور سبلاي ونوصله على هاي المقاومة. لما محرك الدي سي بيتم إعادة وصله بحيث إنه دائرة المجال بتكون موجودة. أنا ما بفصل دائرة المجال، أنا اللي بغيره فعليا هو دائرة الأرمتشر. بكون في عندي مقاومة بدائرة الأرمتشر، وبناء على ذلك بيصير الماتور يشتغل كمولد، بحول الطاقة الميكانيكية اللي بياخدها من الحركة الدورانية لطاقة كهربائية، طبعا بيتم تبديدها من خلال المقاومات. طبعا نتيجة هذا الفعل انه الماتور بتبلش تنزل سرعته. طبعا كل ما نزلت سرعة الماتور، طبعا الأثر تبع المولد اللي هو كآلة بقل، وبالتالي التيار بده يقل، وبالتالي أثر الكبح بده يقل. وبهاي الحالة لابد من إنه نعمل إيقاف ميكانيكي للمحرك لما نصل للمرحلة النهائية، لأنه تأثير الكبح الديناميكي بقل مع مرور الزمن ونتيجة انخفاض التيار، وبالتالي العزم المحدث اللي بيأثر بالاتجاه العكسي، فلا بد من تطبيق كبح ميكانيكي. بالنسبة لمحركات الاي سي، في عندي ثلاث طرق ممكن استخدامها لكبح محركات الاي سي. اول طريقة الدي سي انجكشن، الطريقة الثانية السلف اكسايتد بريكنج يوزنج كاباسترز باستخدام مكثفات، بعمل انا تهيج ذاتي، وفي عندي اخر شيء الاي سي دايناميك بريكنج. رح نيجي نفصل في هذول لاحقا بالسلايدات اللي رح ناخذهم كمان شوي. نتطلع على الدائرة اللي موجودة انا عندي هون، هاي دائرة separately excited DC motor زي ما حكينا. عشان اعمل طبعا هذا الوضع الطبيعي، انا عندي هاي دائرة الاكسايتيشن مصدر جهد مستقل، وبكون في عندي مجال مغناطيسي بيأثر لي على الارمتشر. طبعا بالنسبة لدائرة الارمتشر في الوضع الطبيعي بكون في عندي مصدر جهد موصول مع دائرة الارمتشر والماتور بيشتغل بشكل طبيعي. اللي بيصير اني انا بفصل الباور سبلاي عن الارمتشر مع الابقاء على دائرة الاكسايتيشن او الفيل كما هي، فيترتب على ذلك انه كونه انا الماتور اصلا كان يتحرك وفي عندي سرعة للماتور، وبنعرف انه الارمتشر فولتج او الانديوس فولتج او الباك الكتروموتيف فورس اللي طالع من الارمتشر هي تتناسب طرديا مع مقدار السرعة اللي بيكون على الماتور، فكل ما زادت السرعة الاي على الارمتشر بزيد. فهلا انا فصلت الباور سبلاي وفي عندي حركة، فراح يكون في عندي جهد الارمتشر. جهد الارمتشر ضمن دائرة مغلقة، طبعا البريكنج ريزيستر بوصلها محل الباور سبلاي، فراح يمشي تيار
ضمن هاي الدائرة من خلال المقاومة، وهذا التيار كما هو موضح بالشكل هذا اتجاهه، لأنه أصلاً البولاريتي بتكون موجب وسالب زي ما هي موجود عندي هون، فبصير التيار يمشي ضمن هاي الدائرة ويتم تبديده على شكل حرارة من خلال مقاومة البريكنج، وأيضاً من خلال مقاومة الأرمتشر. بس طبعاً مقاومة الأرمتشر يعني لا تذكر بالمقارنة مع مقاومة الكبح اللي هي المفروض تكون يعني قيمة أكبر من الأرمتشر. فبتم تبديد الانرجي الكهربائية اللي جاية من الميكانيكال انرجي في هاي المقاومة. بالنسبة لمثلا محرك السيريز زي ما احنا شايفين، بكون في انا عندي هاي الارمتشر وعندي ملف الاكسايتيشن، وبكون في عندي الباور سبلاي في دائرة الارمتشر اللي هي منها وفيها دائرة الاكسايتيشن. فبشيل الباور سبلاي وبحط ايش؟ بحط بدالها مقاومة على اساس تتم عملية التفريغ. واحد بيقول لي طب ليش سوينا احنا بالملف بهذا الشكل؟ لانه احنا بنعرف انه عشان نولد عزم كبح لازم يكون عزم الكبح بعكس الاتجاه، يعني اذا كان عزم الموتور بالاتجاه الموجب عشان اعمل كبح لازم اخليه بالاتجاه العكسي. والكل فيكم بيعرف انه عزم الموتور يساوي كي فاي في اي ارمتشر، يعني ثابت بالمجال بآي آرمتشر. عشان أعكس العزم أخلي قيمة سالبة، يا بعكس الفلكس يا بعكس الآرمتشر. إذا خلينا توصيلة السلاك كما هي، اللي بده يصير إنه التيار لما ينعكس حينعكس في دائرة الآرمتشر، أو حينعكس تيار الآرمتشر حينعكس الفيلد كمان، فراح تصفي بالنهاية سالب ضرب سالب، حيعطيني موجب العزم لن يتغير. فبناء على ذلك أنا الآرمتشر أوريدي عكسته، فلازم أعكس ما أعكس اتجاه المجال. فبناء على ذلك أنا بغير توصيلة ملف الفيلد اللي إحنا شايفينه لما ينعكس التيار. طبعا هو بالأساس التيار جاء من الشمال لليمين، فلما انعكس التيار في الدائرة أنا لازم أحافظ على أنه تيار الفيلد يبقى بالملف من الشمال لليمين حتى أحافظ على اتجاه المجال. طبعا اتجاه المجال يعتمد على طريقة اللف، فلذلك الملف بكون ملفوف بطريقة معينة فبخليه زي ما هو. الآن بنطلع على الرسمات اللي تحت. طبعا الرسمة هذه اللي على اليمين هذه related للseparate excited DC motor. بنلاحظ انه الكاركترستيك كيرب للوضع الطبيعي بكون بهذا الشكل، بكمل للأخير بكون نقطة تشغيل على سبيل المثال هون في هاي النقطة عند عزم معين وعند سرعة معينة. على طول اول ما اوصل الدائرة هاي اللي موجودة انا عندي هون بتشكل عزم، بدل ما هو موجب بصير عزم ايش؟ سالب. السبب في ذلك المجال اتجاهه ثابت لكن التيار انعكس، فعزم الموتور بده ينعكس. طبعا عزم الموتور بده ينعكس بهذا الشكل. طبعا قيمة العزم المتولد تعتمد على ايش؟ قيمة التيار اللي ماشي في الدائرة، قيمة تيار الكبح. طب قيمة تيار الكبح على ايش تعتمد؟ على قيمة البريكنج ريزيستر. فلذلك في عندي اكثر من خط زي ما احنا شايفين، الار بي 1 ار بي 2 ار بي 3، ومبين عند الار بي 1 هي قيمتها اكبر ما يمكن من الثلاثة. طبعا اذا كان عندي ار بي 2 قيمتها اقل، الكيرب لاحظ انه بنزل، لانه لو مدينا الخط بهذا الشكل عشان اوضح لكم اياه تكون امور واضحة، لو هذا الخط مديناه بهذا الشكل بنلاحظ انه تيار الكبح على طول وين راح يمتد؟ للنقطة هاي، فراح يولد لي ايش؟ عزم عالي جدا. انا طبعا العزم عندي في ار بي 1 بهاي القيمة، بس لما انا اكون واصل ار بي 2 قيمة العزم بتكون اكبر. ليش؟ لانه ار بي 2 بدها تكون اصغر من قيمة ار بي 1، وبالتالي قيمة التيار في الحالة الثانية بدها تكون عالية، وبالتالي العزم المحدث بده يكون عالي. طبعا هذا يستوجب انه قيمة الفلكس تبقى ثابتة والاتجاه يبقى ثابت. فهم بين لك ثلاث حالات لمقاومات. طبعا بناء على ذلك اللي بيصير انا عندي هون انه لما يبلش المحرك يتباطأ ببلش انا عندي سرعة الموتور تنزل. طبعا لما تنزل سرعة الموتور في عند العلاقة اللي هي الارمتشر فولتج تساوي كي فاي في اوميجا، فبتنزل اوميجا بتنزل اي. لما تنزل الاي اللي موجودة عندي هون مع ثبات الار بي اكيد الاي اي بدها تنزل. لما الاي اي بدها تنزل عزم الكبح بده ينزل. تستمر هاي العملية حتى تصل سرعة الموتور تقريبا صفر، وبالتالي الجهد هون صفر، التيار almost zero، العزم العكسي بيكون almost zero. فلذلك الخط بنلاحظ انه انتهى بنقطة الصفر، على خلاف الكبح بالبلاجين. كان انا عندي
الكيرف ما ينزل للصفر او الخط، تلاقيه نزل لقيمة معينة اللي هي قيمة عزم عكسي، لانه انا كان عكس عكس الاتجاه. نفس العملية اللي بتصير هون بالسيبريتلي اكسايتد بنلاحظ، وطبعا يعني هاي تطبق على السيبريتلي اكسايتد على وجه الخصوص مش على الشنط، لانه الشنط له باور سبلاي واحد، او بضطر انه دائرة الفيلد بالشنط افصلها تماما عن دائرة الارمتشر. بالسيريز بنلاحظ نفس الكونسبت، بس عندي كاركترستيك كيرف جاي بشكل منحني. هون عندي ايش؟ عندي عملية الكبح نفس الشيء بتيجي بشكل غير خطي، لانه العلاقات عندي غير خطية. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش انا عندي لا ينتهي بالصفر، ينتهي بقيمة معينة؟ لما العزم يكون صفر صفر صفر، لاحظوا بكون في انا عندي ايش؟ في قيمة للسرعة. زي ما حكينا احنا السبب في ذلك انه بكون في عندي ريزيجوال انرجي موجودة، هي اللي بتحافظ على انه يكون في عندي قيمة للسرعة. يعني عشان اوضح لكم اياها بشكل واضح، هلا انا عندي هون لما السرعة تصير صفر، المفروض انه الجهد اللي موجود انا عندي هون صفر. فاذا الجهد عندي هون صفر، التيار في الدائرة بده يكون صفر. اللي بيصير كالتالي، انه انا بكون في عندي residual energy او magnetic field موجود في هذا الملف، ويؤدي ذلك الى تشكل قطبية عكسية على خلاف القطبية الموجودة في الارمتشر، والارمتشر ملفات برضو. فالان التيار امتى بكون صفر؟ التيار بكون صفر لما فرق الجهد في الدائرة يكون صفر. فبكون عندي سرعة خفيفة جدا، جهد خفيف جدا، وبكون في عندي residual energy خفيفة جدا، بتؤدي الى انه في عندي قطبية عكسية خفيفة جدا. فالقطبية اللي على ملف السيريز تعاكس القطبية على ملف الارمتشر، فالناتج شو بده يكون؟ انه التيار صفر. فلما يكون التيار صفر، قديش بده يكون العزم؟ صفر. بس at the same time بكون في عندي سرعة خفيفة في الماتور، هي اللي مسببالي انه في ايش؟ في عندي جهد، والجهد هذا يكافئ الجهد المحتث على ملفات السيريز. فذاتس واي ليش بكون في عندي قيمة قليلة من السرعة، على الرغم من انه العزم عندي بكون صفر نتيجة انه التيار صفر. طبعا الرسمة اللي على الشمال هاي هي نفس الرسمة اللي على اليمين، بس لمقاومة واحدة، هاي معبرة اكثر لاكثر من مقاومة كبح. طبعا الدائرة اللي موجودة انا عندي هون هي دائرة بتوضح لي كيف انا ممكن انفذ الدايناميك بريكنج باكثر من طريقة. هم فعليا طريقة واحدة بس مع اختلاف بسيط، انه في عندي ستارتنج ريزيستر موجودة في الدائرة هاي، هون ما في عندي ستارتنج ريزيستر. طيب خلينا نطلع على الدائرة اللي بدون ستارتنج ريزيستر. طبعا اللي مبين انا عندي هون دائرة الباور ودائرة الكنترول. دائرة الباور طبعا عشان اوضح لكم اياها، دائرة الباور فعليا هاي هي كلياتها دائرة الباور، هاي دائرة الباور، ودائرة الكنترول هيها موجودة عندي بالجزء السفلي. طبعا عندي دائرة الفيلد، هاي دائرة الفيلد دائما مفعلة. يعني انا عندي اذا بوصل الكهرباء اللي هو السويتش هذا اتصال ميكانيكي، على طول الكهرباء بتيجي عن طريق الفيوزات لدائرة الفيلد للشنط، وبتضل شغالة على طول، بتضل شغالة على طول. طيب بالنسبة لدائرة الباور كيف بدنا نحاول بيصير فيها؟ لاحظ انه انا عندي في البداية هاي كبسة الستوب، هاي كبسة الستارت، هاي السلف لاتش، هاي ملف الريلي اي، وفي عندي هاي الاوفرلود. طبعا الاوفرلود هي مبين انا موجود عندي هون عند دائرة الارمتشر. اذا صار في عندي اوفرلود على طول بيصل الدائرة. اول ما بشغل ستارت بشتغل الريلي اي، فالملامس تبعه بسكر. اذا سكر الملامس، هذا الملامس اللي هون على طول بده يسكر، هذا الملامس راح يسكر وهذا الملامس راح يفتح. فاللي بيصير عندي ايش؟ اللي بيصير عندي انه المقاومة هاي بتكون مفصولة تماما، فالكهرباء بتيجي عن طريق هذا الملامس المغلق للارمتشر، والفيلد شغال فبيشتغل الماتور. في اي لحظة من اللحظات حبيت اعمل دايناميك بريكنج اللي هو فصل الباور سبلاي على الارمتشر واضافة مقاومة، بكبس كبسة ستوب
بصير الملف دي انرجايز، بفصل السيلف لاتش، بفصل هذا الاي الملامس، وملامس المغلق برجع لوضعه الطبيعي، فبتصير دائرة الكبح هذه هي الموضحة أنا عندي هون، ولا يمكن لدائرة الكبح أن تعمل إلا إذا كان في عندي مجال مغناطيسي، لذلك الشنط فيلد بضل شغال all the time موصول على الباور سبلاي. فبتصير عندي عملية الكبح، وزي ما حكينا بالدايناميك بريكنج السرعة بتوصل للزيرو، ففيش داعي أصلا أني أطبق كبح ميكانيكي إلا إذا كان في عندي ميكانيزم ممكن من وزنها أو الانيرشا اللي فيها تحرك ليها، فبضطر أني أطبق كبح ميكانيكي. الدائرة على اليمين ما اختلفت أبدا على الموضوع، بس أنا عندي في حالة البدء بكون في عندي ستارتنج ريزيستر، اتعلمنا وعرفنا إيش الهدف منها، تقليل تيار البدء. بس الملاحظ هون انه انا حتى في عملية، طبعا المقاومة هاي بتكون موجودة حتى بعد التشغيل، الاصل انه يتم فصلها بطريقة معينة بعد ما نصل للريت، بعد ما نصل ل 75-80% من السرعة نفصل الستارتنج ريزيستر وتصير الدائرة تشتغل نفس الدائرة اللي هون. في حالة الكبح الاصل انه الستارتنج ريزيستر ما تكون انفولد، لانه هاي بتأثر لي على قيم تيارات الكبح، فممكن الار تكون موصولة مع التيرمينال A2 بالنسبة للكبح بدون وجود الستارتنج ريزيستر. بس طبعا ممكن الستارتنج ريزيستر تكون اداة من خلالها استطيع ان اتحكم بتيار الكبح، وبالتالي اتحكم بعزم الكبح، وبالتالي اتحكم بسرعة الكبح. بالنسبة لمحركات الـ AC ثلاثة فاز الدايناميك بريكينج، طبعا بتم حسب الرسمات الموضحة هون، طبعا ملف وملفات الستيتر اما بتكون موصلة دلتا واما بتكون موصلة ستار. فاذا كانت عندي الملفات تاعت الستيتر موصلة دلتا، بامكاني اني انا اما اسوي التوصيل هاي على الشمال او التوصيل على اليمين. شو الفرق بيناتهم؟ وجود الشورت هون. طبعا عشان اعمل دايناميك بريكنج بطريقة الدي سي انجكشن لازم ادخل دي سي، فبجيب باور سبلاي دي سي كما هو موضح هون، بدخله على الفاز الاول والفاز الثاني. طبعا اجين مرة ثانية انا عندي محرك الثلاثة فاز بكون موصل ستار طالع دلتا او ستار طالع منه ثلاث سلاك وموصلين على الباور سبلاي ثلاثة فاز، بفصل الباور سبلاي الثلاثة فاز وباخد فازين زي مثلا فاز A وفاز C وبوصلهم على مصدر جهد DC كما هو موضح. ممكن اخليها بالطريقة هاي، وممكن اعمل شورت بين الفازين الثانيات. طبعا الفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية انه مع وجود هذا الشورت قيم المقاومات المكافئة راح تكون تحت الملفات راح تكون اقل، وبالتالي تيار الكبح بده يكون اعلى لنفس قيمة الجهد. I do the same thing، نفس الشيء ممكن تنفيذه اذا كان المحرك موصول عندي توصيلة ستار زي ما هو موضح. انا عندي هون بكون فاز فالت وبستخدم بس الفاز الاول والثاني، واذا بدي انا اقلل من قيمة الممانعة المكافئة طبعا هي بالنهاية راح تصفي مقاومة، ما فيش عندي انا اندكتنس في هالحالة اللي هو رياكتر عفوا لانه دي سي باور سبلاي، بوصل الفاز الاول والثاني على التوازي بهذا الشكل، فبتصير التيار التوتال البريكنج كارنت بكون ايفن اعلى. فهذه بشكل رئيسي بتوضح لك الآلية هاي. طبعا الرسمة اللي على اليمين بتوضح لي انه في حالة كان محرك الثلاثة فاز هو عبارة عن سليب رينج، ومعنى انه سليب رينج بكون في عندي مقاومات موصولة على دائرة الروتر. طبعا في حالة السكور الكيج بكون عندي كيرف واحد اللي هو لنفرض الكيرف هذا اللي هو في عليه ار ار واحد، اوكي. طبعا هذه في حالة الكبح. لاحظ انه انا عندي على طول العزم بدل ما يكون على اليمين انتقل للشمال وبلشت عندي عملية الكبح، يعني انا كنت عند سرعة معينة هون على اليمين على طول بنتقل على الكيرف الثاني وبتبلش عندي السرعة تنزل مع تغيرات العزم لحد ما ايش انت بالنهاية العزم مقداره صفر، وبالتالي سرعة صفر. لما يكون في عندي سليب رينج بكون في عندي مقاومات على دائرة الروتر، فمبين لك كيف انه الكيرف بقدر اغيره بتغيير قيمة المقاومات اللي موجودة على دائرة الروتر. طبعا هاي رسمة ثانية بتوضح لي الكلام اللي انا حكيته. انا فعليا بكون شغال على سبيل المثال في هاي النقطة
بعزم حمل معين وسرعة معينة عشان أوضحك إياها بشكل أفضل. بكون أنا شغال هون على سبيل المثال، عندي عزم حمل معين وعندي سرعة معينة. في لحظة الكبح على طول زي ما حكينا بنفصل الثلاثة فاز وبنروح بنوصل ملفات الستيتر بغض النظر كان ستار او دلتا بالطريقة اللي وضحناكوا اياها بالسلايد السابق، وبنحط باور سبلاي دي سي. على طول انا من نقطة التشغيل هاي بنتقل مباشرة لنقطة التشغيل هاي على اعتبار انه انا شغال على هذا الكير اللي له مقاومة روتر معينة، وعلى طول ببلش انزل على طول هذا الكير نزولا بالسرعة والعزم حتى اصل الى نقطة الصفر. اتأمل انه تكون واضحة. طيب هاي الدائرة الموضحة في السلايد هذا بتبين لك بالضبط التنفيذ العملي لدائرة الديناميك بريكنج لمحركات الثلاثة فاز باستخدام طريقة الدي سي انجكشن. الجزء العلوي زي ما هم بين انا عندي هون دائرة الباور، والجزء السفلي انا عندي هون دائرة الكنترول. طبعا دائرة الباور مبينة، انا عندي دايركت اونلاين نوعها ستارتنج ميثود، وفي عندي هاي الاوفرلود موصول مع الماتور، وفي عندي انا هون ماخذ انا تو فيزز من الباور سبلايز مدخلهم على ستيب داون ترانسفورمر لتنزيل الجهد، ومن ثم ادخاله على دائرة فول ويف ريكتيفاير بيعطيني دي سي لدائرة المحرك في حالة الإيقاف الديناميكي. بغض النظر طبعا الماتور موصول دلتا أو موصول ستارت، بنرجع للرسمات في السلايد السابق بتبين شو هي التوصيلة. طبعا في عندي توصيلة الشورت هاي اللي كانت في السلايد السابق، توصيلة ستار أو دلتا، ها طبعا بدك تعمل لها ملامس إضافي. مثلا في هاي الحالة ممكن أعمل ملامس وصل بين تي واحد وتي اثنين، هو نفسه ملامس الدي بي ار. طبعا الرسمة اللي عندنا على اليمين ما بتفرق كثير عن الرسمة اللي على الشمال كباور سيركت، باستثناء الريكتيفاير الفول ويف ريكتيفاير اللي موجود انا عندي هون ثلاثة فاز فول ويف ريكتيفاير، بينما هون سينجل فاز فول ويف ريكتيفاير. طبعا ايش الاختلاف بين الطريقتين هذول؟ الاختلاف بده يكون بشكل الاشارة اللي بدها تطلع. ففي حالة السنجل فاز بتكون الإشارة بهذا الشكل اللي طالعة من الريكتيفاير لون بيريود، خلينا أحكي 2 باي 360 درجة، بينما هون الإشارة بدها تطلع بهذا الشكل اللي احنا إذا رجعنا لدوائر باور إلكترونيك راح نشوفها. طبعا هاي بتكون overlap 3 signals مع بعض بهذا الشكل. ففعليا انا ايش اللي ببين عندي؟ الجزء العلوي هذا هو، فبكون دي سي ريكتيفايد بشكل افضل من السنجل فاز دائره الثلاثه فاز. بس طبعا بدها تكون مور اكسبنسيف كدائره، لانه طلعوا كمان عندي هون ستيب داون ترانسفورمر بده يكون ثلاثه فاز مش سنجل فاز، فتكلفه الدائره هون في هاي الحاله بدها تكون اكبر من الدائره هاي. طبعا الملامسات سواء حطيناهم على مخرج الدي سي عندي هون او حطيناهم على مدخل الستيب داون ترانسفورمر بهذا الشكل ما راح تفرق. بالنهايه انا بدي يكون عندي ملامس. فهاي السنجل فاز فول ويف ريكتيفاير والثلاثه فاز فول ويف ريكتيفاير، الدائرتين نفس الكونسبت، بس هاي بدها تكون مور اكسبنسيف ذان ذس وان. والملامسات مش مهم وين تكون بعد او قبل، مهم جدا انه ملامسات البريكنج ما تشتغل ات ذا سيم تايم مع المين كونتاكتس. نفس الشيء هون، لانه اذا اشتغلوا ات ذا سيم تايم صار عندي شورت سيركت مضمون. الآن هاي دائرة الباور مع الاختلاف البسيط مع الدائرة اللي على اليمين، عندي ستار أو دلتا توصيل الداخلي. نيجي لدائرة الكنترول. دائرة الكنترول دائرة بسيطة جدا، عندي هاي كبسة الستوب عشان تعمل البريكنج، وعندي هاي كبسة الستارت، وعندي السلف لاتش والريلي، وفي عندي نورمال كلوز اوفرلود لو صار في عندي اوفرلود على الماتور، وفي عندي انترلوك كهربائي ما بين ريلي الام من دي بي ار وريلي دي بي ار مع ريلي الام. الان اول ما تشتغل الدائرة كبسة ستارت بعمل سلف لاتش وبروح بفعل لي الرنج الثاني اللي فيه التايم ديلي اوف تايمر.
التايمر هذا تايم ديلي اوف بعطيه كهرباء على طول بيشتغل، بغير وضعية الملامسات، واذا فصلت عنه الكهرباء بينتظر فترة من الزمن حتى يرجع لوضعه الطبيعي. فانا اول ما اشغل الماتور بشغل الام طبعا طريقة الدايركت اونلاين، بيشتغل التايمر، التايمر على طول ملامس تبعه يغلق، ولكن الدي بي ار ريلي ما بيشتغل لانه بكون ملامس الام مفتوح. فنبقى على هذه الحالة حتى نقرر انه احنا والله بدنا نعمل ايقاف ديناميكي، بكبس كبسة الستوب، على طول بفصل الريلي ام، فبفصل الملامس، فبفصل انا عندي التايمر، فينتظر وقت من الزمن لحتى ما يرجع يفصل. خلال هذا الزمن بكون ملامس الام رجع لوضعه الطبيعي، فوصلت الكهرباء للدي بي ار، الدي بي ار على طول بتفصل الكهرباء عن ملف الام، هو اوريدي بكون مفصول، فبفصل الثلاثة فاز، بعمل بلاج ان او انجكشن للدي سي كارنت، بدخله على دائرة المحرك، بصير عندي كبح ديناميكي باستخدام الدي سي انجكشن، يبقى فترة من الزمن هذا التامل الحديد ما يفصل ويرجع لوضعه الطبيعي. فمباشرة بفصل الدي بي ار، بفصل التيار الدي سي عن دائرة الموتور، وبتنتهي عملية الكبح. طبعا انا بضبط التايمر بحيث انه اضمن خلال الفترة الزمنية يصل او تصل سرعة المحرك الى سرعة الصفر. طبعا هاي الدائرة برضو كمان هي دائرة شبيهة جدا بالدائرة اللي قبل شوي شفناها مع اختلاف بسيط. بالنسبة لدائرة الباور نبلش فيها، لاحظ انه في عندها ثلاث خطوط، الثلاث خطوط طالعين هاي الموجب وهي السالب. اللي بيصير انه انا عندي خط من الخطوط الموجبة رايحة على واحد من خطوط الثلاثة فاز، والخط الثاني موزع على مقاومتين زي ما احنا شايفين، عندي المقاومة هاي والمقاومة هاي، فدخلته وين؟ دخلته على الفازين الثانيات. طبعا لازم تكون توصيلة المحول المحرك الداخلية الستيتر تكون ستار او دلتا بالنهاية، بس ما يكونش فيها الجمبر الشورت اللي شفناه قبل شوي، بدهم يكونوا ايش؟ من غير شورتات. طبعا ايش الفكرة في هذا الموضوع هون في دائرة الباور هاي؟ اني بدخل دي سي كارنت على جميع الملفات، وبالتالي عملية الكبح قد تكون مور يونيفورمال، بتكون يونيفورم اكثر، فممكن تكون البرفورمانس يكون بشكل عام افضل. طبعا دائرة الكنترول ما مش فرق كبير عن الدائرة السابقة. طبعا الخطوط المتقطعة اللي هون، عند الخط المتقطع هاد بين لانه في عندي اتصال ميكانيكي بين السويتش الستارت والسويتش اللي هون، وفرجيناكم احنا في الكلاس عينة من عينات السويتشات لما تكبس على السويتش في بكون داخليا سويتشين، واحد اوبن وواحد كلوز، بيشتغلوا ات ذا سيم تايم. الخط المتقطع اللي على اليمين هون بين لك انه في عندي ميكانيكال انترلوك، وبرضه في عندي الكتريكال انترلوك بتوين البي والام، وفي عندي التايمر. فاول ما بشغل الموتور احنا بالرسمة السابقة كان في عندي ملامس للام شغل التايمر، هون لا، التايمر موصول على التوازي مع ملف الام، فعلى طول بيشتغل الريلي او الكونتاكتور الام عشان يوصل الكهرباء للموتور، وبشغل لي التايم ديلي اوف تايمر ات ذا سيم تايم. على طول هذا السويتش بسكر، فلما هذا السويتش يسكر طبعا ما راح شغل البي اول شيء، لانه في عندي ميكانيكال انترلوك وفي عندي الكتريكال انترلوك، بس بكون ايش؟ مسكر جاهز لاي حالة، لحالة الايقاف. طبعا لما بكبس كبسة ستارت انا عندي هون ليش موصولة مع الكبسة اللي موجودة هون عندي هون كبسة الستوب، في حالة انه مثلا الماتور كان في حالة دايناميك بريكينج، انا على طول بدي اشغله اثناء ما هو لسه قاعد بيعمل دايناميك بريكينج، غيرت رأيي بدي ارد اشغله، فبكبس الكبسة هاي فبفصل دائرة الدايناميك بريكينج ورد بشغله مرة تانية. طبعا عملية التوقف الديناميكي فعليا بتبدأ لما نكبس كبسة الستوب عندي هون، الام بفصل فبرجع الملامس مغلق، وبصير في امكانية للبي انه يشتغل ميكانيكيا، فعلى طول بكون التايمر اوريدي شغال والسويتش تبعه مسكر، فبتفصل الكهرباء عن التي ار، وعلى طول انا فعليا لما رجعت الام مغلقة اشتغلت دائرة الكبح اللي هي ملامس بي، اشتغل ثلاث ملامسات، فينتظر فترة من الزمن لحديت ما سويتش التايمر هذا يفصل، فبفصل لي دائرة الكبح. العملية بسيطة جدا، وبتوقع الدوائر هاي كلها بسيطة لو امعنتوا النظر فيها وعرفتوا كيف آلية العمل من خلال دائرة الكنترول، الموضوع بكون بسيط جدا. طبعا هذا السلايد بشرح لكم ايش اللي انا قبل شوي حكيته، وهذا السلايد اللي موجود انا عندي هون بشرح لكم انه المقاومتين اللي بناخذ من خط الدي سي منهم ممكن ان نحطهم باكثر من طريقة. هون
انه انا مشرت على المقاومات كأنه المقاومات مش موجودة. هون على سبيل المثال انا ماخذ بس نص المقاومة، هون ماخذ جهة مشرت وجهة نص المقاومة، هون مثلا عندي في الدائرة هاي اللي هون ماخذ المقاومتين على التوازي، وفي مثلا هون ماخذ المقاومتين على التوالي. فهي عبارة عن زي ريزيستر بوكس بقدر اغير التوصيلات فيه، بحيث مرة الغي المقاومات، مرة اخذ نص المقاومة، مرة اخذ المقاومتين مع بعض على التوالي، ومرة اخذهم على التوازي، من باب تغيير قيم المقاومة اللي بدوره بيؤدي لتغيير قيم تيارات الكبح اللي بتغير لي عزوم الكبح وبالتالي سرعة الكبح. هاي طبعا الريزيستر بوكس في الدائرة السابقة. طبعا الطريقة الثانية من الديناميك بريكنج لمحركات الاي سي اللي هي بسموها السلف اكسايتد بريكنج يوزنج كاباسيترز، اني بستخدم المكثفات من اجل عملية الكبح الديناميكي ذاتي التهيج. فمنلاحظ انا عندي هون انه لما انوي اعمل عملية الكبح، كل ما علي اني افصل السويتشات اللي موجودة هون وأوصل السويتشات المربوطة مع المكثفات، بتكون موصولة توصيلة دلتا، فعلى طول المكثفات أصلا ما بتكون مشحونة، بس لأن الموتور بكون بتحرك والروتر بتحرك، فبكون في عندي مجالات مغناطيسية بتم احتثاث بتم تأثيرها على ملفات الستيتر، فبتعمل احتثاث للجهد. الجهد هذا بروح على المكثفات بشحل اياهم وبرد المكثفات يفرغوا، فكأنهم مصدر جهد دي سي دخل على دائرة الستيتر باحتثاث ذاتي. على اساس انا اسرع من عملية الكبح، ممكن اني اضيف مقاومات موجودة انا عندي هون ادخلها على الدائرة. طبعا اللي بيصير انه الانرجي بيصير بتبديدها بتتبدد، الطاقة الحركية بتحول لطاقة كهربائية بتتبدد في هاي المقاومات الموجودة عندي، بيصير عندي ضياعات I square في R، هاي هي الطاقة بتم تبديدها على شكل حرارة. فهي دائرة بسيطة والكلفة بتكون في قيمة المكثفات الكبيرة اللي بحطها ضمن دائرة الكبح. في عندي الطريقة الثالثة من الكبح الديناميكي لمحركات الثلاثة فاز، بسموها الـ AC Dynamic Braking. هي عادة بتم استخدامها في محركات السليب رينج أو الواوند روتر زي ما هي موضحة عندي هون. في حالة مثلا الموتور بكون شغال بالوضع الطبيعي، في حالة الموتورينج بتكون المقاومات الخارجية مشرت عليها ودائرة الروتر مغلقة. إذا نويت أعمل كبح، يا باخذ الطريقة هاي اللي هي 2 lead connection أو بأخذ 3 lead connections زي ما هي موضحة، طبعا مع وجود مقاومات بتم إرجاعها على دائرة الروتر حتى تصير عندي عملية الكبح. طبعا ليش بحط المقاومات؟ لتخفيض التيارات، لأن التيارات في حالة الكبح بدها تكون عالية جدا إذا كان الموتور شغال. طبعا بنلاحظ في هاي الطريقة إنه بضل أنا عندي الخطين مشبوكين، يعني لاحظ الفاز بي والفاز سي still connected مع الموتور، وفي الحالة الأولى اللي هي 2 lead والحالة الثانية اللي هي 3 lead. طبعا هاي برضو كمان دائرة للكبح الديناميكي باستخدام الدي سي انجكشن، نفس الدائرة اللي أخذناها سابقا مع اختلاف بسيط انه في عندي هذا الموتور اللي بتعامل معاه هو slip ring وند روتور، في عندي مقاومات مربوطة على دائرة الروتور. نفس الكونسبت اللي استخدمناه سابقا ما تغير ابدا. طبعا دي سي سبلاي هون مبين انه سنجل فاز فول ويف ريكتيفاير، مع تغيير قيمة المقاومة اللي بتعمل لي ليميتنج للكرنت في حالة الكبح، وبإضافة مقاومات. طبعا في عندي البي 2 والاس 2 والبي 1 والاس 1، طبعا الاس 1 والاس 2 هاي للستارتنج، اذا حكينا احنا فينا احط طرق البدء، اضافة مقاومات على دائرة الروتر اذا كان من نوع سليب رينج. فاول ما بشغل الموتور بشغله على كامل المقاومات، بعدين بشغل اس 1 بفصل جزء من المقاومات، بعدين اس 2 بفصل الجزء الثاني. في حالة الكبح I will do the same thing، مع وجود مقاومات بكون الكبح بطيء، كل ما اقل المقاومات بيصير الكبح أسرع وأقوى. فالكبح البطيء بكون مخلي المقاومات كبح أسرع، بشرت بي واحد بلغي لي جزء من المقاومات، كبح أسرع وأسرع بشيل المقاومات كاملة عن طريق
البي 2 طبعا بي 3 في مين وايل وانا ام دوينج ذس طبعا بي 3 لازم يكون شغال وام يكون مفصول. طبعا هاي دائرة الكنترول بتشرح لك نفس الآلية اللي انا حكيت لك اياها اللي هي في عند الميديوم ستوب وفي عند الرابيد ستوب التوقف السريع جدا والتوقف الوسط. مبين انا عندي هون في حالة التشغيل بكبس كبسة ستارت بيشتغل الام بعمل سلفلاتش وفي عند الاوفرلود عشان يفصل الدائرة. At the same time لما يشتغل ملامس الام ريلي الام بسكر الملامس تبعه بشغل لي التايمر تي ار واحد وتي ار واحد طيب تايم ديلي اون فبتكون انا عندي المقاومات مقاومات البدء كلها موجودة. بعد فترة من الزمن بسكر السويتش بيشتغل ريلي الاس واحد بفصل جزء من المقاومات لما يشتغل بشغل لي تايمر تاني تايم ديلي اون برضو بعد فترة من الزمن بسكر وبروح بشغل لي الاس 2 بفصل لي ما تبقى من المقاومات على دائرة الروتر. فاذا الجزء الايسر خليني احكي مسؤول عن تشغيل المحرك باستخدام مقاومات على دائرة الروتر. في حملية في حالة الإيقاف عندي ثلاث خيارات، عندي الكوست ستوب والميديوم ستوب والرابيد ستوب. الكوست ستوب هاي في حالة إن أنا بدي أوقف الموتور عن طريق فصل الكهرباء عنه وأتركه براحته يتوقف ويهدي سرعته لحالة الصفر. ليش؟ لما بكبس الكوست ستوب بفصل فعليا الام فبفصل لي الام عن التايمرات والاس واحد فبترجع المقاومات تحت الروتر مشبوكة فبصير يهدي براحته. في حالة التوقف اذا كنت بدي اياه ميديوم لاحظ الخط المتقطع هذا معناته في اتصال ميكانيكي بين البوش بوتون هذا الاون النورمالي اوبن والبوش بوتون هون نورمالي كلوز بس اكبس اللي فوق على طول اللي تحت بفتح. ففي حالة الميديوم ستوب بكبس عليه طبعا بكون فاصل اي شيء ممكن يشغل الريلي بي 2 فعلى طول بشغل بي 1. البي 1 لما بيشتغل بروح بشغل لي التايمر الثالث. التايمر الثالث شو وظيفته هلا بنشوف بالسلايد الثاني. At the same time لما شغل بي 1 بشغل التايمر الثالث وبشغل بي 3. بي 3 اللي بتوصل لي جهد الدي سي للملفات والبي 1 وبي 2 مسؤولين عن تشغيل المقاومات اللي موجودة في دائرة الروتر بجزئها زي ما بدي. فاللي بيصير انا عندي بي 3 بدخل الدي سي سيجنال على ملفات الستيتر والتي ار بيشتغل بعد تايم ديلي اون طبعا بعد فترة من الزمن شو بيسوي تي 3 بروح بفصل السويتش عن البي 1 عن البي 1 ونفس الاشي لو كبست انا الرابيد ستوب بدي اشغل بي 2 وبعد فتره من الزمن بده يفصل لي ايش عن البي 2. اتامل انها تكون واضحه لانه التسجيل هون صعب اني ارجع لكم بالسلايد واعطي صوت مختلف عن الصوت الاولاني فيا ريت انكم تحاولوا تتبعوها بشكل جيد واذا في اي سؤال استل يعني تواصلوا معي واسالوني. بس الدائره بسيطه جدا لو تتبعتوها العمليه سهله. التايمرات طبعا كلياتها هون تايم ديلي اون تأخير زمني يعني بعطيه كهرباء بنتظر فترة من الزمن بعدين بغير وضعية ملامس التايمر. طبعا هذا السلايد بيشرح الكلام اللي أنا حكيته بالتفصيل وهذا السلايد نفس الشيء. نيجي للنوع الأخير اللي هو Regenerative Braking. Regenerative Braking هو نوع من أنواع الكبح الكهربائي والاختلاف البسيط بينه وبين الدايناميك إنه الطاقة الميكانيكية اللي أنا برجعها على دائرة الموتور بستغلها وبوديها على السورس على خلاف الدايناميك بريكنج ببددها على شكل حرارة خلال أو من خلال مقاومة الكبح. هذا هو الفرق الوحيد بين الريجينيراتيف بريكنج والدايناميك بريكنج. أوكي. طبعا بسبب تأثيرات مقاومة الستيتر العزم الماكسيمم اللي بتم تطويره أثناء عملية إعادة التوليد بكون أكبر من الماكسيمم تورك أثناء عملية الموتورينج فلذلك بتصير عندي عملية الكبح. The main advantage لهذا النوع من الكبح هو generated power is for use بتم استخدامه ولا يتم تبديده على شكل حرارة في من خلال مقاومات زي الدايناميك بريكنج. طبعا الديس ادفانتج الوحيده لهذا النوع من الكبح هو انه الموتور
لازم يلف بسرعة أكبر من السينكروناس سبيد، وهاي في هاي الحالة ممكن نعمل إتلاف للأجزاء الميكانيكية الموجودة في الموتور والدوائر الكهربائية. فكيف ممكن نحل هاي العملية؟ إنه في حالة في هاي الحالة لازم نستخدم إشي اسمه variable frequency source أو زي الإنفرتر، خليني أحكي، بحيث إنه غير لي التردد، وبالتالي السينكرونس سبيد بتنزل، وبالتالي بتصير العملية سهلة في ريجنتيف بريكنج. يعني أوضح لكم إياها بمثال رقمي. إذا كان أنا عندي موتور شغال على 1500 RPM، أو خلينا أحكي موتور سرعة السينكرونس 1500 وشغال على الفول لود ب 1400، وحبيت إنه أنا أعمل ريجنريتيف بريكنج، فلازم تكون السرعة الدورانية أكبر من السينكرونس على أساس التيار يرجع للسورس، فتتحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربائية. هلا كيف أنا بدي أزيد السرعة على 1500؟ صعب جدا. فشو اللي بصير؟ بكون في عند السورس متغير التردد، بروح بنزل التردد. لما أنزل التردد من هذا السورس تبع الباور سبلاي، يترتب عليه ان السينكرونس سبيد تنزل من 1500 مثلا، تنزل 1300. طب لما نزلت السرعة السينكرونس سبيد ل 1300، سرعة الموتور الحالية في لحظة الكبح 1400، ففي هاي الحال 1400 رح تكون اكبر من 1300، فبقدر اطبق من خلالها الريجنت بريكنج، ارجع كل الطاقة الميكانيكية اللي عندي ارجعها للسورس. وضحت العملية؟ طبعا بدون وجود variable frequency source انا لا يمكن اني انفذ هذه الطريقة، فممكن اعتبروها نوع او بعتبروها سيئة لهذا النوع من الكبح. بس الكبح هذا ممتاز جدا، لان انا ما بضيع اي طاقة ولا بهدرها، واذا كان عندي نظام بطاريات اكيد برجع الكهرباء للبطاريات. طبعا لما ارجعها للسورس ممكن السورس يرد يحولها لدي سي، لانه بترجع لنا احنا اي سي، فبحولها لدي سي بشحن فيه البطاريات، وبصير في ديمومة بالعمل يعني. طبعا المنحنيات الموضحة انا عندي هون بتوضح الفكرة اللي انا كنت قاعد بحكيها، انه بكون الوضع الطبيعي هذا المنحنى المتقطع هو ايش؟ هو الكاركترستيك للموتور في حالة التشغيل، والمفروض انه في حالة الريجنريتيف ان انتقل على الكيرب العشمال. بس مبين الكيرب العشمال هو متصل مع الكيرب على اليمين معاي، فأنا صعب اني ازيد السرعة. هو فعليا شو اللي بصير عندي؟ فعليا بكون الكاركترستيك كيرف فعليا بكون something like this، شايفينه بهذا الشكل. هذا الكيرف الاصلي، بكون الموتور شغال في منطقة على هذا الكيرف. فانا لما انوي اعمل breaking، اللي بصير انا عندي هون انه على طول انا بكون شغال مثلا في هاي المنطقة، عرفتوا كيف؟ على طول بنزل التردد. لما بنزل التردد بتصير السينكرونس سبيد بدل ما هي هون بتصير وين؟ بتصير في المنطقة هاي. بس الموتور فعليا وين شغال؟ شغال في هاي المنطقة، فعلى طول بنتقل الموتور لهذا الكيرف وبمشي على هذا الخط وبكمل المنحنى لحديت ما تصير عندي عملية التوقف. طبعا الرسمة اللي على اليمين ما بتختلف كتير عن الرسمة اللي على الشمال، إلا بشغلة واحدة، إنه أنا بفترض إني قاعد بتعامل مع سليب رينج، فعندي أكثر من كيرف حسب مقاومة الروتور اللي موجودة أنا عندي هون. أوكي، بس نفس الكونسبت هون. طبعا هاي الريجنريتيف بريكنج لدوائر إيش؟ لعفوا محركات إيش؟ محركات دي سي. هون طبعا بين لك انه عندي اكثر من كاركترستيك كيرف لإضافة مقاومة على دائرة الارمتشر. طبعا مبين عندي نوع الموتور سيبريتلي اكسايتد، هاي دائرة الفيلد مستقلة تماما عن دائرة الارمتشر، والمقاومات هاي الار اي زائد ار اي زائد واحد والار اي زائد اثنين. اكيد عندي السلوب بتغير مع نفس النو لود، بكون انا على نقطة تشغيل معينة على طول بنتقل على الطرف الاخر. اجين عشان اعمل الحركة هاي نفس اللي سويته انا في محركات الثلاثة فاز، بكون أنا عندي الكاركترستيك كيرف على سبيل المثال موجود هون. إذا بدي أخذ أنا بدون إضافة مقاومات، بكون موجود أنا عندي هون شغال في هاي النقطة. قبل ما أعمل ريجنت بريكنج بروح بنزل الجهد، فبصير الكاركترستيك كيرف لتحت، وعلى طول أنا إيش بروح بنتقل على الكيرف الثاني بجهد منخفض،
ليش؟ لأنه أنا السرعة عند هاي السرعة لازم يكون عندي العزم عكسي، بتولد عندي تيار عكسي وعزم عكسي، فعلى طول ببلش أنزل على هذا الكيرف، وبعديها بضل مكمل أو بأي طريقة بعمل عملية الإيقاف. طبعا أنا بنزل الجهد، كل ما نزلت الجهد ممكن الجهد يصل عندي في بهذا الشكل، أكون أنا هون شغال على طول أنزل الجهد شوي ينزل هون، بعدين أنزل الجهد ينتقل، بعدين أنزل الجهد ينتقل، بعدين أنزل الجهد، ويظل يستمر بشكل سريع لحد ما إيش أهدي السرعة. أتأمل إنه الصورة الآن وضحت بشكل جيد، وإذا عندكم لازال بعض الأسئلة مش غلط إنكم تتواصلوا معي. طبعا هذا السلايد بس بدي أوصل من خلاله فكرة إنه القدرة اللي أنا قاعد بسحبها من المصدر وبوديها على الماتور عشان أشغله وحولها لطاقة حركية، ليس بالضرورة في حالة الريجنريت بريكنج إنها ترجع زي ما هي. فلو أخذنا إحنا الرسمة الأولى شو بحكي لك؟ بحكي لك أنا سحبت من المصدر 13.16 كيلو وات من المصدر، وعبال ما راحت للميكانيكال لود وصلت 10.23. طب الفرقية وين راحت؟ الفرقية راحت ضياعات زي ما احنا شايفين، اشي بالموتور، اشي بالاجزاء الميكانيكية بالجير، اشي بالدرايف سيستم، فوصلت 10.23% كيلو وات. الان 10.23% كيلو وات هاي اللي راحت للحمل الميكانيكي، في حالة اني قررت اعمل ريجنريتيف بريكنج بدي اخذهم وارجعهم وين؟ للسورس. لاحظ انه 10.23 كيلو وات لما رجعت للسورس قديش رجعت؟ رجعت 7.73% كيلو وات. اذا انا في البداية في حالة التشغيل كنت اسحب 13.16، لكن لما عملت ريجنريتيف بريكنج المصدر قديش وصلوا؟ وصلوا 7.73. وطبعا هذا السبب ايش؟ السبب في الضياعات اللي بتكون موجودة في الطريق. فهاي حطوها بعين الاعتبار واعتبروها كمعلومة تكون راسخة عندكم بأذهانكم.